في وسط مدينة المحمدية يشتهر سوق السمك دار البحر، حيث أصبح مركزا نابضا بالحياة يستقطب سكان المدينة وزوارها من المدن المجاورة بفضل سمعته الطيبة في بيع السمك الطازج وتقديم خدمات شواء وطهي السمك. صراحة أنا كنأكل في المطاعم، ولكن هذه اللذة هذه هذا الحوت كانت رائعة جدا. إن لو كادر خصوصا ما تحسين خصوصا يدوروا به ويحسنوه أكثر باش يكون نفس المستوى ديال الجودة ديال الماكلة. الصراحة هي هذا كاين، حنا عندنا السردين وكاين عندنا لي بلا مخلطين فيهم الميرلا الكالامار السول الكروفيت وكاين المقيلات ياك، وكاين الإنسان إلا بغى يتقدق يجيب حوته من الداخل ونصوبوه لي حنا كنتخلصوا الكيلو إلا بغى يقلي ولا بغى يشوي ولا بغى يصوب مقيلات. المشروع مبادرة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الباعة الجائلين، ولكن على مر السنوات 11 منذ انطلاقه فقد السوق تدريجيا جاذبيته التي كانت تميزه. 2012 من المارشي سيدنا نصر الله وعجبوا المشروع تبقى له فواحد المستوى عالي. ايوا خاص واحد شويه ديال الاصلاح، دابا ما عندناش الماء، كانوا عندنا الكونتور واحد جانا غالي، المؤسسه تبارك الله خلصت لنا داكشي ودوزنا في اطار مع السيد العميل وقسم الشؤون الاجتماعي دوزنا المشروع ديال الانديفيديال باش كل واحد يكون عنده الكونتور ديالو، والماكينه ديال لاكلاص ديال 3 طون خاص هاد الضوء ديالها باش تخدم باش يكون عندنا واحد باش يكون عندنا واحد المدخول. ورغم ذلك هاد الماكينه ديال لاكلاص كتعاوننا حتى في الحوت كيفاش نحافظوا ليه على الجوده ديالو. في هذا الفضاء الخاص ببيع السمك يتلاقى جمال الأسماك بأحجام وأنواع مختلفة، أسماك أجمع زملاء السوق على جودتها، لكن في مقابل ذلك يواجه تجار السوق تحديات في غياب الإضاءة وغياب الضبط بالماء الصالح للشرب، فيما هذا المستودع ينتظر التزود بالكهرباء منذ 8 سنوات حسب التجار. لكن خويا هو عندنا الجوده وعندنا المليح والمشاكل اللي كنعانيو، وهو ما عندناش الماء ما عندناش الضوء ما عندناش الطواليطات ما عندنا المكازا ديال لاكلاص كاينه ماكينه لاكلاص كاينه ما عندناش الضوء ما خدميناش. حنا حاليا كنعيشوا واحد المشاكل كثيره. والله حنا عندنا واحد حدث رياضي في 2025 كاس افريقيا، ان شاء الله عندنا في 2030 كاس العالم. ما يمكنش لينا غنبقاو حنايا بلا ماء بلا ضوء، غيجيو ناس من الخليج ناس من الأوروب ناس من، خاصنا الناس مسؤولين. هذا الشيء اللي عطانا سيدنا باش نزيدو حنا القدام. التجار يحاولون التأقلم مع الظروف مع المراسلات المتكررة للمسؤولين في المدينة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يجيب.